انا محتاجاه من عجه البطاطس 2 كيلو بطاطس مبشوره، وارجع واقول ممكن تعملي كيلو، ممكن تعملي بطاطسيتين ثلاثه على حسب عدد افراد اسرتك. انا النهارده عامله مثلا كميه كده عشان اوريكي هي هتطلع شكلها عامل ازاي. انت ممكن كمان تستخدميها في عزومه، يعني ممكن تعمليها بالكميه دي علشان عزومه. انا هستخدم الصاج ده او هستخدم الصينيه دي، الصينيه دي برضو ممكن تقدر ان هي تقضي 5 6 افراد زي صينيه البطاطس اللي في الفرن. مش شرط ان انا اعمل اكل موفر، لا اعمل 100 صنف جنب بعض، لا هو ممكن صنف يقضي الكل. طيب معايا 2 كيلو بطاطس مبشوره اتبشرتها وحطيتها في ميه وخل وملح بسيط قوي، وبعد كده عصرتها كويس جدا بالشكل ده، كوبايه بقدونس مفروم، فلفل حامي شرايح، 5 طماطمات مكعبات، 7 بيض، نص كوبايه حليب، نص وكوبايه دقيق، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. معانا ايه بقى في التوابل بتاعتنا؟ سنه زبده اللي هعمل بيها الصينيه او اغلفها، ممكن تحطي زيت ما عنديش مشكله، معايا بابريكا وكمون وملح وفلفل اسود. سهله جدا وبسيطه، كل اللي انا هعمله دلوقتي هعمل كده. بصوا كده ادي البطاطس بعد ما كانت محطوطه في ميه وخل وسنه ملح، رجعنا عصرناها كويس قوي 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 بالشكل ده اهي، بالمنظر ده كده تمام تمام هرجع بعد كده. بصوا بقى اروح حط عليها الطماطم، احط عليها البقدونس، عينيا حاضر، احط عليها الفلفل الحامي، واحط عليها حته من الزبده كده مع سنه من الزيت، وباقي الزبده والزيت هعمل بيهم القالب نفسه اهو، معلقتين كبار من الزيت. بصوا كده حطيت كل المكونات على بعضها. هنا بقى مع البيض حطيت ايه؟ حطيت الحليب وحطيت البيكنج باودر، وادي رشه من الفلفل الاسود، ومش هحط ملح لان انا حطيت ملح هنا، وهروح نازله بشويه من الدقيق، وابدا ان انا اخلط ده كله كده مع بعض. بصوا انا عملت هنا ايه، حطيت كل المكونات دي، لكن المكونات اللي اتحطت مع البيض حاجه تانيه خالص عشان عايزاها تدوب مع بعضها بالشكل ده كده، عشان هقلبهم كلهم مع بعض بعد كده مع البطاطس. اقلب بقى الطماطم مع البطاطس مع البقدونس، بصوا الجمال اللي عامل ازاي، مع ريحه الفلفل مع البقدونس مع الكمون، ريحه الكمون هايله. خلوا ريحة الكمون او التابل بتاع الكمون هو اللي طاغي على الخلطة دي، او هو اللي طاغي على الوصفة دي، هيطلع معاكم زي الفل. بصوا حطيت البيكنج باودر مع الدقيق مع التوابل بالشكل ده كده اهو، قلبتهم مع بعض مع الدقيق، وارجع بصوا بقى الخليط شكله بقى عامل ازاي ما شاء الله عليه، وارجع انزل الخليط ده في القالب اللي احنا عملنا فيه الزبدة، وارجع اعمل كده بسم الله. بصوا خلاص بقى اهو كده، دي الزبده، حته الزبده اللي انا حطيتها هتسيح معاها اهي، وندخلها الفرن هتستوي معانا، وهنشوف شكلها لما تطلع هتبقى عامله ازاي. صينيه عجه مفيش في جمالها ولا حلاوتها ولا طعمتها، هتدوقيها. ارجع واقول فطار شغاله، عشا شغاله، غدا شغاله، شايفين حجم الصاج عامل ازاي؟ ارجع واقول برضو ان الاصناف اللي انا عاملاها النهارده تقضي 5 6 افراد ويمكن اكتر. بسم الله. عايزه تغطيها فويل وتسيبيها في الفرن نص ساعه علشان البطاطس تستوي، ترجعي بعد كده تشيلي الفويل والوش بتاعها ياخد لون، ماشي. عايزه تحطيها زي ما انا ما حطيتها كده، ماشي زي ما انت عايزه. ارجع بقى في الفرن واسيبها جوه. بسم الله ما شاء الله.